مدام نادية الرفاعي. اتفضلي يا فندم. نادية مين؟ احنا جايين قبل نادية دي بكتير. احنا دافعين امال الواد وصل لنا ازاي؟ معلش يا عبدو معلش امسك الشياكه. دلوقتي يا ست يا بشتمرجية، حضرتك انا دافع على الكشف مستعجل وانت دخلت السيدة نادية الرفاعي قبلية، ده بالاضافة اللي انا لفت نظرك ان انا جاي من طرف وجد الشنقيطي، فبتوقع يعني معاملة خاصة. ما هي المعاملة الخاصة ان حضرتك تدفع كشف مستعجل والمدام تدخل تكشف النهاردة. ما طبيعي تدخل النهاردة، امال هتدخل امتى؟ معلش حضرتك، يا لو مش معاملة خاصة كانت المدام هتدفع كشف مستعجل وتشرفونا بعد اسبوع، يا اما بقى تدفعوا كشف عادي وتشرفونا كمان شهر. شهر؟ ده المريض يموت. شهر يعني ايه شهر؟ لا ده استغلال. استني بس يا معلش يا فندم، انا ماليش دعوة. مفيش سيستم. المهم الملايكة احمد عملت ايه؟ لا ده استغلال والله العظيم، ده استغلال. يعني شهر ده المريض يكون فرفر. خلاص يا عبد الله اقعدي بس انت عشان ما تتعبيش، بس اقعدي انا هتصرف معاك. اتفضلي يا فندم. مش بقول لك الله يكرمك، والله انت بنت حلال. يلا يا زاد، يلا يا ست سميح، الله يكرمك. بسم الله. خير يا دكتور؟ طمنا. خير باذن الله. كويس صدق، ما فيهوش اي كلاكيه، ده مجرد فايبرو ادريسيس. يا الف مبروك يا الف، نهار ابيض. لازم تطلعي حاجه لله. كورس اندرستاند يعني ده يعني ايه؟ يعني ده مجرد تكدس في الغده اللبنيه، ما فيهوش اي حاجه. يعني زاد كويسه؟ كويسه الحمد لله. الله اكبر الله اكبر. بس حضرتك لازم تعرفي ازاي تعملي نفسك فحص كل اول شهر. ودي ورقه فيها التعليمات والخطوات بتاعت الفحص عشان تعمليها في البيت حتى. تتعلم تعملها. الله يبارك فيك ويكفيك شر المرض. والله العظيم ده سال كل قرش خده في الفيزيتا. يا دكتور علي يا هنداوي، يا امير، يا اصيل، يا ما الله الله اكبر. الله اكبر. الله يبارك فيك ويكفيك شر المرض. يلا الله يبارك فيك. شكرا يا دكتور. الف شكرا يا ريس. الله يبارك فيك يا دكتور. اتفضل.